قد تكون بطبيعة شرابية مستدامة. المهمة الثالثة هي تتعلق بالخدمات. بوسكري رازي، مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. المناظرة ديال الجهوية ديال اليوم اللي كتهم الجهة ديال بني ملا خنيفرة اليوم 15 مارس 2023، هي واحدة من المناظرات الجهوية اللي كتنظمها الوزارة على طيلة هذا الأسبوع، واللي بدات يعني الأشغال ديال هذه المناظرات بالجهات الجنوبية للمملكة يوم 13 مارس 2023. كتهدف هذه المناظرات الجهوية لتحديد يعني الأولويات والرهانات على مستوى الجهة فيما يخص المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واللي بطبيعة الحال غادي يتم التضمين ديالها والأخذ ديالها بعين الاعتبار في التحيين ديال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. هاد طبيعة الحال هاد المناظرات الجهوية هي كتدخل في إطار تحيين ديال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي تم يعني الاعتماد ديالها من خلال يعني المجلس الوزاري برئاسة الفعلية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله 2017. واللي هاد التحيين هذا علاش جا التحيين؟ يعني كانت يعني هناك مستجدات على الصعيد الدولي اللي كان خصنا ناخذوها بعين الاعتبار في المراجعة، وأيضا على الصعيد الوطني بطبيعة الحال على الخصوص يعني النموذج التنموي الجديد. يعني بالموازاة مع هاد المناظرات الجهوية خلقت الوزارة واحد المنصة رقمية للتفاعل مع يعني الجمهور العريض، يعني اللي ما غيتمكنش انه يشارك في هذه المناظرات الجهويه، وباش ناخذوا بعين الاعتبار على قدر الامكان يعني جمهور اوسع بالنسبه لهذا الورش. كندعو يعني الجمهور الكريم انهم والمواطنين انهم يدخلوا الموقع www.nousahimo.gov.mr.